ايه اللي عملتيه ده؟ ما هو جالك اليوم اللي بقيتي تمدي ايدك فيه وتستلفي. ازاي قلبك طوعك وعملتي كده؟ طب هعمل ايه يا ربي؟ هعمل ايه؟ سلامة. ازيك حبيبي؟ بقالي اكتر من ساعتين مستني حضرتك. معلش انا كان عندي مشوار مهم. طب انت ما طلعتش فوق ليه؟ لا انا اصلي كنت عايز اتكلم مع حضرتك واحنا لوحدينا. خير يا سلام. دولت 1000 جنيه يا طنط. انا بقول يعني جايز فرح محتاجة حاجة. ما انا عارف اصل الجامعة ومصاريفها لبس ودروس ومواصلات. انت مين قالك ان هي محتاجة لأي حاجة او عايزة حاجة؟ ما حدش قال لي حاجة والله. انا بس فاهم كده من نفسي. طب انا لو احتجت حاجة هطلب منك. معلش يا طنط عشان خاطري، مفيش فرق بيننا. عشان كده بقولك عشان خاطري خليهم معاك. اطلع معايا اشرب فنجان قهوة. لا معلش، اصل انا سايب الشغل ولازم ارجع على طول. حضرتك بتسلمي لي على عم فخري. طب يا حبيبي، مع السلامة. مع السلامة. مساء الخير يا مدام فخري. اهلا يا استاذ وائل. ازيك وازاي الوالد؟ الحمد لله بخير. يا ريتك تقولي له ان انا عايز ازوره واطمن عليه. ده بيتك ومطرحك في اي وقت تشرف. وزي فرح وزي تامر. بخير الحمد لله. تامر ده ولد هيبقى بطل حقيقي. بصي بس انا لازم اطلع عشان هما مستنيني. ما كملتش كلامي. مالياش بخت مع الست دي. ايه الست دي؟ يلا. الستات كل ما بتكبر كل ما بتوحش وكل ما يبان عليها السن. الا فاتن دي. كل ما تكبر كل ما تحلو زيادة. ايه؟ بتاكل ايس كريم على طول؟ ولا بتاكل خزر البنات؟ ولا بتاكل ملبس؟ الله، ايه الحكاية بالظبط؟ مش عوايد سلامة ان هو يعمل كده ويجيب لي الفلوس لحد عندي؟ وش معنى عايز يديهالي من غير ما حد يعرف؟ وايه اللي يخليه يستناني ساعتين في الشارع؟ وليه قال لي انه جايب الفلوس دي الفرح بالذات؟ مساء الخير يا بنتي، اتأخرتي كده ليه؟ كان عندي مشوار. تامر رجع من المدرسة غير هدومه وراح النادي مع السواق الخصوصي، بس أنا وصيته ما يتأخرش. لا يرجع براحته. فرح في أوضتها؟ أيوه. اللهم اجعله خير. ماما؟ أنتِ رحتي لسلامة وطلبتي منه فلوس؟ لا ما هو ما تكذبيش. أيوه رحت. انا حبيت بس افكره عشان شكله كده عامل ناسي ومش سائل فينا، ولا احنا مش صحاب الشركه اللي هو بيديرها دي؟ تروحي من غير ما تستاذني؟ انا كنت عارفه ان حضرتك مش هتوافقي. عارفه ان انا مش هوافق وتروحي من ورايا؟ ماما ده حقنا، انا ما كنتش رايحه اشحت منه، ولا هو ناوي ياكل فلوسنا ويكوش عليها زي ما بابا عمل. اتكلمي بادب. انا بتكلم بادب يا ماما، انا ما عملتش حاجه غلط، ولا هو كل حاجه دلوقتي بقيت بعملها بقت غلط، كانك مستنياني على غلطه عشان تحاسبيني عليها. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقول الحقيقه واللي انا شايفاه. وشايفه ازاي كمان بقيتي بتميزي بيني وبين تامر. انا؟ ايوه يا ماما. ما هو اصل هو دلوقتي بقى البطل الكبير اللي كل الجرايد والمجلات بتكتب عنه، واللي رجل اعمال كبير اتبناه رياضيا، وحضرتك مبسوطه وفرحانه بيه قوي. عشان كده كل طلباته بقت مجابه واللي عايزه بيكون. يذاكر بقى ما يذاكرش، يرجع متاخر ولا حتى بدري، مش مهم. لكن انا ولا حاجه. حتى الكليه اللي كان نفسي ونفسك ان انا اخشها ما جبتش مجموعها وما دخلتهاش. عشان كده تامر كبر في نظرك. وبقيتي راضي عنه وبتحبيه، لكن انا نظرتك ليا اتغيرت وبقت كل حاجه بعملها غلط، صح؟ ازاي ممكن تتصورني افكر بالطريقه دي؟ هي دي الحقيقه يا ماما. لو فعلا حضرتك لسه بتحبيني زي ما بتحبي تامر، كنت عملتي لي اللي طلبته منك من غير ما تتاخري عليا. انت اتجننتي؟ انا مش متصوره انك غيرانه من اخوك، غيرانه من نجاحه. انا عمري ما فرقت بينكم ابدا. انا لو كنت فعلا بغير من اخويا فانا ليا اسبابي. ليكي اسبابك ايه؟ انا عمري ما فرقت بينك وبينه، طول الوقت بحاول اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، والدليل اهو. تعالي معايا، انا طلبت سلطه واستنيت لحد لما انتهيت. اتفضلي خدي الفلوس اعملي بيها اللي انت عايزاه، ان شاء الله تحرقيها، بس اوعي تقولي ان انا بفرق بينك وبينه. ولو ما كانوش وافقوا لك على السلطه يا ترى كنت هتعملي ايه؟
انت طول الوقت بتقصدي تجرحيني، طول الوقت محسساني ان انا مقصره في حقك انت وهو. يا شيخ ارحمي ارحمي.